بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر لله أولا وآخرا على ما هيأ من هذا اللقاء ومن إيجاد الحوافز الحاملة عليه، لأننا يوما ما كنا نستنيم ونستريح ونسكت والناس يتحدثون، ونرضى من الغنيمة بالقفل كما يقول الطغرائي. فكأننا اخترنا لأنفسنا أن ننزوي وأن نكون مجرد متفرجين غير متفاعلين، لأن حتى المتفرجين الآن في الملاعب يتفاعلون ويحدثون ضجيجا، كنا متفرجين. قلت هي الحركات التي يبديها هذا الجسم من أجل الحضور الفاعل. حضور أساتذة التربية الإسلامية هو حماية للوطن، هو خدمة للوطن، ليس لصالح جهة ولا لفئة معينة. لأننا حينما نسمح بأن يذهب بنا التيار مذهبا واحدا، سنكون نحن أيضا ممن يعاني من الآثار السلبية للاختيارات السيئة. فنحن الآن حينما نتحدث لأننا جزء من هذا الوطن، نحن جزء، نحن منغرسون في هذا الوطن، نحن يعنينا ما يعني هذا الوطن من ارتقاء أو هبوط تماما. فلذلك كل شيء يتم يجب أن يكون بمشاركة كل الذين يعيشون هذا الوطن ويعيشون قضاياه. من الآن يجب أن نستبعد قضية الفئة التي تقود الوطن إلى شيء تريده. إذا كنا الآن الدول كلها رفضت الاستبدادات في أشكالها السياسية، فالاستبداد الثقافي والاستبداد الإيديولوجي يجب أن يكون واضحا بأنه أيضا لا يقل بل هو أخطر من الاستبدادات الأخرى. فلا بد من التشارك، لا بد من الحضور، والذي يغيب هو الذي يكون ملوما، الذي يغيب عن الحضور هو الذي يكون ملوما، ولا يسأل أو لا يعتب على الآخرين أنهم كانوا حاضرين وأنهم قالوا وأنهم فعلوا. فلذلك أحبذ هذا اللقاء وأثمنه، وأتمنى أن يتوالى مثل هذا، وأن يكون هذا الاهتمام بهذه القضايا اهتماماً أكثر تقنية، بحيث تصير هذه الوجوه تشتغل على قطاعات معينة، على قضايا معينة توجد لها البحوث تتحدث وتجانب قضية وهي قضية الانفعال. نحن لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن ننفعل. نحن طلاب حملة رسالة، دعاة هذه الرسالة، نحملها نؤديها للناس ولا ننفعل، لأننا في كل ما نقول لا يعنينا الأشخاص، لا يعنينا الأشخاص. كان سقراط يقول إن العقول الكبيرة تتعامل وتنتقد الأفكار، والعقول المتوسطة تتعامل مع الأحداث، والعقول الكبيرة والعقول الهابطة تتعامل مع الأشخاص. نحن لا يعنينا شخص فلان زيد أو عمر، لا في هذه الضفة ولا في تلك، فلسنا ضد أحد بالذات ولسنا نشتغل لأحد بالذات، وإنما نقول نحن متحدثون عن فكرة يراد لها أن تسوق، يراد لها أن تعم، يراد لها أن تصير منهجا لمجتمعنا. أبناؤنا إن لم نفعل حاسبون في الدنيا والآخرة على أننا صمتنا حيث كان يجب أن نتحدث وأن نقول كلمتنا. هذا هو المعنى. وفي كل هذه الأحوال نحن نتمسك بالمنهج الإسلامي، وهو منهج دائما يؤمن بالالتقاء وبالتعاون، التعاون على إنتاج الفكرة الجدلية التي يتحدث الناس عنها الآن بما يشاءون، وجدلية الأفكار عند هيجل، عند ماركس، كنا نحن نعرفها في ثقافتنا. في ثقافتنا الإسلامية كانوا يقولون إن العالم حينما يقول كلمة فإنه لا يسلم له قوله إلا أن يجرد من نفسه خصما متوهما. حينما يقرر، قد تجدنا في كتب العقيدة كثيرا، أن يقول الإنسان إن قال المخالف كذا وكذا وكذا فإننا نقول له كذا وكذا، هو لم يسمع مخالفا ولكن يفترضه ويتصور أفكاره ثم يجيبه هو بالنيابة عنه وهو غائب. والله تعالى حينما تحدث عن المخالفين لم يغيب أقوالهم بل ذكرها،
القرآن ذكر سيقول الناس، سيقول السفهاء من الناس، فكل مقولات الآخرين لم تدفن وإنما أحياها وذكرها وخلدها القرآن ثم أجاب عنها. فنحن من هذا الباب مفتوحون على النقاش، لأن النقاش هو جزء من ثقافتنا الحقيقية. حينما يعجز الإنسان عن المحاضرة أو المناظرة يكون إنسانا لم تكتمل أدواته. وأنتم لا أريد أن أخوض في هذا، ولكن علماءنا تحدثوا عن الجدل وعن المناظرة في بما لم يتحدث به غيره. فهذا الباب لا 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 ليس بعيدا عن روح الثقافة الإسلامية، وكذلك الحفاظ على المجموع. نحن لا يمكن أن نناقش فقط من أجل أن نكسر. هذا مجتمع هو بالكاد يجتمع ويأتلف لينجز وظائف كبرى، لأن وظيفة المجتمع المغربي الآن أشياء أخرى، النهوض الحضاري، بناء القوة المعنوية، هي أشياء. فليس في الطريق يجب أن نختلف في كل مرحلة وينابذ بعضنا بعضا ونقتتل لنلهو ونسهو عن الغرض الذي نحن سائرون إليه جميعا. كان الشافعي وقد خالفه أحد تلامذته، وهذا ظن أنه فعل خير حينما ترك مجلسه، فقال له يوسف بن أبي العلاء، قال له ابن عبد الأعلى، يوسف بن عبد الأعلى قال له: يا أبا موسى، الشافعي يقول: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة واحدة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوان مع أننا اختلفنا في شيء؟ فالأخوة تستوعبنا جميعا، والوطن يستوعبنا جميعا. ليس هناك إنسان هو الآن المسؤول عن الوطن وهو الحاضن له ويخالف، ومن خالفه قصفه. لا يجوز لك أن تقصف مخالفا لأنه خالفك. أنتم تعرفون هذا القصف الذي يتعرض له، وهي أساليب من أساليب منع الناس من المشاركة فقط، ليس إلا أنك حينما يتحدث الإنسان تسلط عليه من اليمين ومن اليسار ومن الذباب والبعوض من يتحدث، ليجعله يمل في نهاية المطاف ويقول: كأنني ارتكبت خطأ. هذا الشيء يجب أن نعلم أنه أسلوب من أساليب المغالطين منذ القديم، منذ السفسطائيين كان العلماء يتنبهون إلى أن هذا ليس أسلوبا صحيح. نحن على كل حال لا يعنينا شيء من ذلك، نقول يجب أن نتناقش بمفهوم النقاش المتحضر الذي نقول فيه كلمتنا ثم ننسحب، وندع للآخر أن يقول كلمته، وندع للأمة في نهاية المطاف أن تعرف الصواب والحق وهي راشدة. أمتنا ليست قاصرة، ليست إما أن تأخذ بهذا وإما أن تعاقب على عدم الأخذ، لا، هذه أمة لها تاريخ طويل ومعرفة، ولها حرص على حاضرها وعلى مستقبلها، وتعرف مصلحتها. هذا في البداية أقول هذا. وأنا أقول لابد من إخراج هذا من هذا الموضوع، هو موضوع خطير كما سأبينه لكم، من هذا الضبابية التي زج فيها. هو زج على أنه موضوع صغير جدا لا يعني أكثر من فرد يريد أن يمارس حريته فقط، والموضوع ليس بهذا. هناك أسئلة يجب أن نطرحها وننتظر من الآخر أن يجيب عنها. لنقول أولا، نحن نخاطب شعبا بهذه الأشياء، بالحريات، أن يفطر، أن يفعل من الفواحش ما يشاء، أن يفعل فعل. صحيح، مع من تتحدثون؟ حددوا لنا عن أي أمة وعن أي شيء شعب، بأي شعب أنتم مهتمون؟ أهو شعب مسلم أم لا؟ وكان العلماء عندنا في المناظرات وفي المناظرات القديمة، مناظرة أبي حنيفة لبعض المعتزلة، قال: إن كنت تغرى الإسلام ناظرتك على هذا، وإلا فإني أناظرك على أساس آخر. إذا كنت لا تؤمن بالإسلام هذا نقاش آخر، ابدأ من العقيدة، ولكن إذا كنت الآن مسلما فيجب عندنا ثوابت وعندنا مسلمات يجب أن نحترمها أنا وأنت ليسلم النقاش. إذا قلتم بأنكم تتحدثون عن شعب مسلم، ولا أرى أن إنسانا مغربيا يقبل أن لا يكون مسلما، وحينما لا يقال أن يقال له بأنت غير مسلم، نراه يزمجر ونراه يرفض، لأن المجتمع لا يقبله إلا مسلما. هكذا نحن دائما نقول بأن الناس هذا ما لم يقل الإنسان بأنه غير مسلم نحن نحمل على أنه مسلم، والناس مصدقون في انتسابهم إلى الإسلام، ولا نقبل بأي عبارة ويجب أن ننتبه إلى هذا. تسوق لنا أن هذا الإنسان المغربي في أي لحظة من اللحظات
ليس مسلمين يجب أن ننبذها. نحن رفضنا بموجب العقيدة، بموجب النصوص الشرعية، بموجب الأشعرية خصوصا، نرفض تكفير المسلم، نرفضه، وهذا أدى إلى كوارث كبيرة. ولا يكفر أحد من أهل الملة بذنبه إلا إذا كان مستحيلا، لا يكفر أحد من أهل الملة. ولكنني أيضا في العبارات الأخرى يجب أن أجد أن هنالك عبارات تروج وتتسلم وتتسلل إلى الناس، وهي في نهايتها عبارات تؤول إلى نفس المآل. حينما يقول لك شخص هؤلاء الناس، هؤلاء المغاربة منافقون اجتماعين وغيره، ما معنى أنهم منافقون؟ أنهم يؤمنون بشيء ويطبقون هذا المسمى، ماش نفاق السيء. النفاق مصطلح هو الذي يضمر الكفر ويظهر الإسلام. وإذا كان تعلق الأمر بالنفاق وتهمة النفاق، هي أكبر من تهمة الكفر، لأن النفاق كفر وزيادة. النفاق كفر وكذب، كفر وجبن. الكافر واضح والمنافق، ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم كذلك. وحديث القرآن عن المنافقين في سورة البقرة يدل على أنهم كذلك، بأنهم لم يؤمنوا أبدا. فحينما نقول هكذا ببساطة ويدافع الشخص، وفي كل المقالات نسمع المغاربة منافقون، أسي هذه أسلوب تكفيري. إذا كنت لا تؤمن بهذا تعرف هذا، فأنت لا تعرف ما تقول. بعض الأشخاص جاءت من قراوي يتكلموا بعض المرات مع أناس كبار في الدين، يقول ماذا يقول المتأسلمون؟ المتأسلمون معناه أنهم ليسوا مسلمين. هذه عبارة تؤول إلى أنهم كفار. لماذا تعيب على الآخر أن يكفر؟ أسلوب التكفير يجب أن ننبذه بكل الوسائل بكل اللغات، لأن متأسلم ليس مسلما، منافق ليس مسلما. فهذه عبارة تروج الآن ولا أحد يعترض عليها، لأن أساليب مسموح بها لبعض الناس أن يصفوا من أنت تخالفني وأنا أخالفك فقط، انتهى الأمر. أن تذهب إلى أبعد من هذا فهذا، نحن في أقل من هذا نتحدث عن أحكام القيم، وهذا ليس من أحكام القيم، ولكن نحن الآن دخلنا هذه المعمعة التي ما كنا نود أن نكون فيها، ولكننا الآن في صلبها وفي عمقها، فلذلك وجب أن نقول هذا. إذن فنحن نقول نحن يجب أن يستقر لدينا أننا نخاطب إنسانا مسلما. إذا كنت تخاطب مسلما فلا تتعب نفسك بأن تقول لما لا يمارس الإنسان الزنا، لا تتعب نفسك، لأن الجواب واضح، هو لأن القرآن يمنعه. لما لا يفطر الإنسان في رمضان، جواب واضح، لأن الإفطار في رمضان معصية، والإفطار عمدا عليه القضاء والكفارة. فكأنك تنتنس الخلفية الدينية لهذا الشخص وتطرح عليه السؤال. هذا السؤال كان مطروحا ليس الآن، منذ مدة ظهرت كتابات، كنا في زمن قريب نسمع كتاب عن كتاب بوركوا با، لما لا. وغريب أنها في 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 مكان في الرباط كانت هنا أعتقد باب حانة اسمها هكا بوركوا با، ها أي لما ما كلا دين ولا حلال ولا بوركوا با، غير دخل وصافي، أنا غيرك غلط وصافي، فبوركوا با باسكو جو سوي مزلم، هكا نقول له الجواب ما كانش. فهذه أشياء تقود الناس إلى بعض المهالك وإلى بعض المنتهيات التي أساسا هم يرفضونها. فلذلك أقول مبدئيا، من حيث إننا نخاطب إنسانا مسلما، نقول إن الإنسان المسلم له علاقة وله عقيدة وله التزام، ها؟ فلا تخاطبهم يخرج عن التزامه. حينما أسلم الإنسان التزم طاعة الله ورسوله، وإلا فإنه قد تراجع في الالتزام. وحتى حينما يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قالوا هذه لا تخص المجاهدين كما قلنا، هي الإنسان المؤمن كلهم التزموا بأنهم باعوا واشتروا مع الله سبحانه وتعالى وأعطوه أنفسهم وأموالهم ولهم الجنة، لمن جاهد ولمن لم يكن كذلك، لأن الحياة كلها من هذا النوع. إذن لا أطيل في هذه النقطة، لأقول لكم مقتضى الإيمان هو الطاعة لله تعالى والالتزام به، ولم يعرف المسلمون إسلاما غير هذا منذ كانوا دائما يسمعون ويطيعون، قولوا سمعنا وطعنا. دائما هذا شأن المسلم، أنه يسمع التوجيه الإلهي، توجيه صحيح السنة، ويستجيب، ما كانش عنده موقف آخر. هذه نقطة حاسمة، ربما كان هناك من لا يعرفها، فهو لذلك يسأل الناس لما لا، نقول لهذا السبب. ثم نقول نحن
حينما نطالب الآن بأشياء كثيرة، هذه وهذه 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 وهذه، نطالب بأشياء بعضها هي بنات لحظتها، ما لم يفكر فيها أصحابها كثير. نقول بالله عليكم، إذا خاطبتم إنسانا مواطنا مسلما، تؤمنون بحريته، تؤمنون بكرامته، تؤمنون باستقلال فكره، أنتم تدعون إلى هذا، فاعلموا أنكم حينما تطالبون إنسان من هذا القبيل بأشياء قد تحرجونه، قد تضعونه في حالة تناقض، والتناقض هو حالة وضعية، هو وضع لا عقلاني. حتى الذين يتحدثون حينما يتحدثون عن مبادئ العقل الأولى أو قوانين العقل، قانون الهوية وقانون التناقض الثالث المرفوع، فحينما تكون متناقض فأنت متناقض، حينما تقول إنني أؤمن بالله وكذا كذا ولكنني أبيح الزنا فأنت أحد رجلين، إما أنك تؤمن بالله حقيقة وبالكتاب كله وأنت تضع الأشياء في مكانها، وإما أنك في خانة أخرى فذلك لك، ولكن لا تظنن أنك يمكنك أن تجمع بين النقيضين وأنت مستريح الضمير. فهؤلاء الذين يدفعون إلى هذه الأشياء في البداية في الحقيقة يحرجون المجتمع، بل يوقعون الناس في 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 التناقض. أنا بعض المرات أقول كيف يتسع الإنسان العاقل، وما نتكلموش حنا نتكلموش الآن إلا بهذا المنطق، أن تتعايش في ذهنه فكرة، هو يحمل في ذهنه فكرتين متصادمتين كلا وجزءا، وهو مع ذلك لا يشعر، إما لأنه لا يفهم شيئا وإما أنه يسكت عن هذا الأمر. فأنا أقرأ مثلا، ناس اختلفنا احنا في قضية الاحتفال برأس سنة ميلادية، ناس أنا ما ليس لها كبير الأهمية من حيث الظاهر، ولكن أنا أقول أنا أذهب الآن لأحتفي وأشتري أنا كما يشتري الآخرون من الديانات الأخرى هذا الرمز لسابان دونويل، أشتري وأضعه في بيتي، ولكن ماذا تفعل بالنخلة التي وردت في القرآن الكريم؟ فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هل نخلة أم سابان دونويل؟ هل يوجد الآن في الناصرة في بيت لحم إلى الآن توجد هذا النوع من الأشجار التي كانت موجودة يوما ما حينما ولد عيسى؟ هذه أرض شرقية بنباتاتها الشرقية بكل مواصفاتها، وحينما ذكر القرآن النخلة وذكر التمر وذكر، فلأنه أراد أن يرد ميلاد عيسى إلى الأرض التي نبت فيها هي فلسطين، ولكنه هو أخذ إلى أرض أخرى فيها نخيل، فيها ما فيها مل، فيها السابان، فيها ما فيها، فيها أشياء كلها تدل أنها لم تكن في هذه الأرض، أشياء هذه مجرد أشياء، إذا استطعنا أن نجمع بين هذه المعطيات فقد سلمنا من التناقض، وإلا فنحن فيه منغمسون. جوج صور مختلفة تماما، وهكذا تأتي بعض التناقضات التي نحملها نحن لأن لا ندرك مدى عمقها أو شيء من هذا القبيل. إذن فأرجو أن الذين يقترحون على هذه الأمة أن يعتبروا هذا، أن هذا الذي يتحدث عنه الشعب المسلم، ثانيا إن الذي يدعون إليه يجب أن لا يحدث للناس حرجا، وإلا سوف يقع في المجتمع شيء من الاعتزاز، شيء من التصدي، لأن بالتأكيد أن فئات أخرى لا تقبل هذا. لا يمكن أن نصنع مشروعا مجتمعيا بأشياء يخالفها المجتمع. فعلى هذا الأساس أقول إننا الآن ننطلق من فكرة هي أساس كل هذا النقاش، وهي حرية الإنسان في أن يتصرف في جسده. أنا هذا جسدي أتصرف فيه. إذا اعتبرنا هذا من المسلمات فمن القبيل من طبيعة أن نقبل بالذيول والتبعات، طبيعي. ولكن دعنا نتحدث الآن عن هذا الموضوع أساسا، إلى أي مدى يستقبل الإسلام هذه الدعوة؟ هذا جسدي أفعل فيه ما أشاء، مزيان. وأنا دائما أقول لهم هذا الجسد هو أنت مظهر مظاهر الخلق، لست منفصلا عن جسدك، أنت شيء والجسد لك، تمتلكه كما كنت تمتلك سيارتك، للسيارة شيء آخر غيرك،
أو بيتك بيت آخر لسان، أنت نفسك هذا الجسد الذي تتحدث عنه، هل خلقت هذا الجسد فأنت تدعي، أو امتلكته صدفة بطريقة من طرق التملك، هبة أو إرثا أو ما أشبه ذلك؟ لأن التملك لشيء على فرض إمكانية الاستقلال، وهذا شيء غير ممكن، لأن الجسد هو أنت. أنا مثلت لكم الفرق بين أن تمتلك شيء هو غيرك وأن تكون أنت هون أنت الموضوع. هذا الجسد هو في عقيدتك مخلوق لله، وأنت مخلوق لله، وقولك أنك تمتلكه اعتداء صريح على شيء هو لله. هؤلاء الذين كانوا في قبل الإسلام كانوا يسألون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، رغم أنهم ينصبون له شركاء. هؤلاء الذين إذا سئلوا قل من خلقكم سيقولون الله. وقاعدة الخلق هي جوهر في العقيدة الإسلامية، ليست مسألة ثانوية، أن الله خلق هذه الكائنات وخلق الإنسان من بين، فبأي طريقة انفصل هذا الإنسان عن الكائنات وأصبح هو الذي امتلك هذا الجسد ويدعي الآن أنه قادر على أن أنه حر في أن يتصرف؟ هذه دعوة باطلة، قل غيرها. إذا كنت تدخل إلى باب الحرية الفردية فلا تدخلها من هذا الباب، لأن هذا باب موصد مقابله إنكار أن يكون الله خالقا لك. أنت خالق جسمك فأنت تفعل فيه ما تشاء. هذا الادعاء، دعنا من هذا كله، هذا الادعاء أن الإنسان أصبح حرا على أن يتصرف في جسده، هل الجسد هكذا معلق بين السماء والأرض كما كان يقول ابن طفيل مثلا في رسالة معينة عن حديثي عن العقل؟ هل كان هذا الجسد الآن كما نتصور في العقيدة الإسلامية مؤسس على الافتقار؟ تعرفون الافتقار؟ أنت مفتقر إلى المكان، إلى الزمان، إلى المخصص، إلى اللحظة، أنت تغارق في مجموعة من الإمدادات. هذا الأكسجين الذي يطوف بنا الآن مجرد أن يتعكر تصبح الحياة مستحيلة. أي شيء مما يمنحك الله به فرصة البقاء في هذا الوجود بهذا الجسد حينما ينحصر يتوقف يصبح الجسد عدما، فأنت ترى أن هذا الجسد الآن هو ملك لله والله يفعل فيه ما يشاء. هو لا يبغى شيء، واحد يبقى ملحد يقول غير أن جاءت كورونا الآن الناس كلهم أجسادهم هذه ما استطاع واحد منهم أن يحمي جسده، إنما هم يفرون خوف أن يقع عليهم هذا الفيروس فقط، يفرون، ولو فر ولو وقع على استناموا له واستراحوا إما أن يذهب وإما أن يذهب بهم. الناس الآن أصبح الموتى بالآلاف في البلاد التي لا تشكو القلة والعلة والذلة، في بلاد كانت تقول إنها سيطرت على السماء وعلى الأجواء وعلى الكواكب، ها هي الآن تقف عاجزة ومحصورة، وهم في بعض المرات يسجنون. اليوم إيطاليا أصبحت كلها في حصار بأيديهم، بمعنى الإنسان ظل إنسانا. لا نريد للإنسانية هذا شيء، لا نسأل الله تعالى أن يرفع عن البشرية كلها هذا البلاء، ولكن هذا الواقع. هذا الإنسان الذي تأتي عليه مرحلة طغيان هي التي ذكر الله تعالى أنها سبب هلاكه، أن يتزين الكون، أن يرتقي الإنسان، هذا شيء جميل ومأمور به، ولكن أن يصل الإنسان إلى الطغيان هذا هو الذي يخاف الإنسان منه. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، هذا ما شيء هو المهم، وظن أهلها أنهم هذا هو أنا ندير اللي بغيت. والقرآن تحدث عن أشياء أقل من هذا، إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة. حينما تنكر كل الروافد التي يأتيك منها أسباب البقاء وتزعم أنك وحدك الذي يقوم بهذا، فهذا نهاية الطغيان. طغيان هذا ماشي فكرة، هذه طغيان، وأنا في الجسد أفعل ما أشاء. إذن هذه أيضا
النقطة أظن أنني أوضحتها. ثم أقول بما عطفا على كل ما سبق، نحن نتحدث عن إنسان المسلمين، والإنسان المسلم يعرض عليه هذا في قانون ولا في دستور ولا في أي شيء ولا في برلمان ولا شيء حدا. نقول له نحن هذا الجسد بكل مقوماته بكل أجزائه بكل مكوناته، نسأل عنه، هل ترك الإسلام له مجالا للحديث للحركة الفردية أو للمناورة، أم إن هذا الجسد كله محكوم بأحكام شرعية ضابطة؟ معناه أنت عن أي شيء تتحدث؟ تتحدث عن أي جزء أنت حر فيه؟ أن تقول ما تشاء، أن تتحدث بما تشاء، أن تذهب حيث تشاء، أن تمارس الجنس على الطريقة التي تريد، أن تفطر حيث الناس والناس صائمون، هذه أشياء. ما من ما غادش نقرأ لكم القرآن كله الآن، ما من عضو في هذا الإنسان إلا وهو مؤطر بآية معينة تقول هذا يجب أن يكون التحكم فيه والتصرف فيه وفق إرادة الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه. لا تقف، لا تتحدث. السمع محكوم بأمر الله تعالى بالشريعة، والبصر والفؤاد هذه الرجل التي يتحدث ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه الأعضاء كلها، ما من عضو. البصر كم من آيات، بل هناك أحكام البصر في الفقه الإسلامي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن أين وجدت هذا الفراغ حتى تملأه بإرادتك أنت؟ أين وجدت هذا الفراغ غير مؤطر بالكتاب وبالسنة؟ إذا كنت تنكر القرآن والسنة هذا شيء آخر. أنا أجيب دائما عن السؤال الأول، نحن نتحدث عن شعب مسلم يقرأ القرآن ويريد أن يكون معه منسجما ولا يكون معه متناقضا. أبدا لم يبق لك الشرع في هذا كله أي فرصة لأن تند أو تشرد. أبدا أنت هذا الإنسان الذي يأخذ مما نأخذ منه، يقول له الله تعالى إن سر وجودك في هذا هو العبادة بمفهومها الشامل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة عبادات، عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح معروفة ومذكورة. القلب عبادة الأولى هو الإيمان بالله، هي الإيمان بالله، هي الصدق والإخلاص، هي عبادات المتحدثة، هي اسمها دائما هذه أحكام القلب. بحثت فيما كتبه العلماء عندنا، ما كتبه الغزالي، ما يتحدثون في الآفات، آفات الجوارح كل جارحة لها آفات، فمعنى أن الشيء أنها محسوم. إنما هذا الذي يقول هذا إنسان طوى كل هذه الأشياء وأصبح يتكلم خارج هذا السياق، أي لا يتحدث بما يتحدث به الناس الذين يعودون إلى الكتاب والسنة، هذا معنى. فإذا نقول هذا أن يكون الإنسان حرا فيها بهذا المعنى، هذا لا ينسجم مع كونك تأخذ مع القرآن والسنة. إذا خليت القرآن والسنة دير اللي بغيتي، ولكن تكلم على شعب مسلم هذه مستحيلة. بمعنى تعرفون ماذا تعني بكيف مختصرة جدا حرية الجسد، حرية الفتاة، شنو هي؟ هي الانسلاخ الكلي وفك الارتباط مع الدين، صافي. ما غاديش تقول لي هذه في حالك انا ديت حريه، صافي ديتها، لا تردني الى الدين بعد ذلك. هذه ما يستطيعش واحد يقولها، ولكن احنا خصنا نقولها، نعبر عليها. هذا المنتهى ديالها، فك الارتباط مع الشريعه الاسلاميه، مع احكام الشريعه الاسلاميه، وانتهى الامر، وليفعل كل واحد ما يشاء. هذه ماشي قضيه اجتهاد معين جزئي في قضيه من القضايا، وساذكر بعض الجزئيات، ولكن هذه معناها انتهى إلغاء كل شيء، أن يفعل الإنسان ما يشاء، ويعلم الله إلى أين يصل هذا الإنسان، إلى ما وصل إلى الآخرون من تفكيكيين، من الحماقات التي أدت إلى أشياء عديدة أن يعاني منها البشر، ولكن إحنا عادة إحنا داخلين مما يخرج منه الناس. إذن فأقول بأن هذه الجوارح حينما نقرأ عنها في القرآن في السنة في كذا، نجد كل جارحة من الجوارح مأمورة ومخاطبة. حينما قال الله تعالى، أمر الله إبراهيم بأن يذبح ولده، نقرأها دائما، والذبح ليس
من مراد الله ويعلم الله تعالى لن يقع. ولكن لماذا؟ لأنه أمره أمرا وجهه إلى عاطفة الأبوة فيه، فلما استطاع أن يجعل الشرع فوق هذه الأبوة العاطفة الوهاج، ليس هناك أقوى من عاطفة الأبوة، وحينما أراد ما أن يفعل وتأكد رفع الله عنه الخطاب لأن هذه الأبوة كانت مخاطبة بهذا. إذن هذا الشرع يخاطبك بهذه الأشياء، يخاطبك بالهواجس. في الهواجس قل إن تبدوا ما في أنفسكم زيد أو تخفوه يحاسبكم به الله. الهواجس التي نضمرها الآن هواجس كبيرة، وهي أيضا معاصي. النفاق هاجس كبير، النفاق هاجس كبير، ازدواجية هاجس كبير. هذه أشياء يجب أن يخلو منها قلب المؤمن طبعا بالتربية، فإن استمر عليها فإنه استمر على معصية. ومن ذلك الظن، من يظن من غير المسلمين أن الظن حتى هو في دائرة المحاسبة؟ ظن الإنسان أيضا مؤاخذ عليه إن استمر عليه. خصلتان ليس فيهما من فوقهما من الشر شيء، سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس. وحينما نمرر للناس سوء الظن ونراه هو المهارة، أي واحد يكتب أي شيء يجب أن تظن سوءا بالآخر، إذن هذا كذا كذا ونيته هي كذا وكذا. لا تتحدث عن نيات الناس، دائما النيات تصير واقعا، لأنك حينما تتحدث عن الظنون وعن تكون قد غصت في داخل الكيان كيان الإنسان، ويعلم الله أنه قد لا يكون له مما تقول أي شيء. فهذه تربيتنا الإسلامية، ولكن هذا طبعا لا نحاسب الناس عليه، بل نرى أن هذا نوع من قراءة الواقع وقراءة الوقائع أو تحليل شيء من هذا القبيل مما يسمى، هو في الحقيقة ليس أكثر من ظن، ويستطيع الناس أن يظنوا بك أكثر مما تظن بهم أنت. إذا فتحنا المجال للظنون السيئة، كل الناس يستطيع أحدهم أن يظن بك أسوأ الظنون. إذا مشيت تصلي، مشيت تصلي عبادة لله، يقول لك لا هذاك ما مشيش يصلي، إنما هو يريد أن يرائيه، وهو ربما يستعد لحملة انتخابية، ويمشي يديك حتى يوصلك لشي جهة أخرى، يخرج كاع على البلاد ديالك لأنك صليت. من أين أتيت؟ من أين هذا يدل هذا على هذا؟ في المنطق نقول إن هذا يدل على هذا إما بالتضمن أو بالالتزام. ما يدلش، ذهب يصلي فذهب يصلي، هو على نيته، إلا إذا بدلنا منه أنه وظف هذا وكذا كذا، حينئذ نأخذ بالأقوال لا بالظنون. وهكا يكون المجتمع هذه حقوق الإنسان كما يريدها، ما كانش واحد يدخل هذا في الإنسان في حقوق الإنسان. حقوق الإنسان هي ما تضربنيش وصافي، لا، حقوق الإنسان لا تظنني بي سوءا، لأن السوء منك ليس مني، إلا إذا ظهر شيء فأنا به مؤاخذ. على كل هذه بعد بيان أن هذا الفعل الإنسان ليس فيها متسع للفعل الشخصي أو للاختيار الشخصي، إذا كان الإنسان ينطلق من الشريعة الإسلامية فهذا ماذا بقي؟ بقي أن أقول لكم هذه الدعوة التي تقدم إلى الناس الآن، الدعوة إلى الحرية من هذا القبيل، فيها وجهان من الخلل، نقولها كغير خلل حسن باش ما نشوف شي حاجة أخرى. أولاً هذا تمسك، وهذا الشيء يجب أن نتنبه إليه أيها الإخوة، أنتم أساتذة وأنتم حملة هذا الأمر وتبلغونه للآخر. في كل تاريخ كانت هناك مرحلة، كانت هناك عمليتان، عملية التمسك به أو التمسح بأسمى المبادئ. ما كاينش واحد الإنسان يريد أن يدخل المجتمع إلا وهو يحمل شعار مبادئ عالية جداً، ولكن مجرد ما أن يدخل في المشروع ديالو ينتهي ديك. مثلا قضية المساواة من أجمل المبادئ، وهي فينا في ديننا مبدأ سامي، وكتب عنه العلماء قبل أن تكون هذه الأشياء، كتب علماء المقاصد تحدثوا عن المساواة بكل 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 تفصيل. ابن عاشور عنده في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام عنده بحث في المساواة،
في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بحث آخر في المساواة. المسألة ليست غريبة، ولكن عندنا وهي جميلة، لأن الناس كلهم يحبون المساواة، لا أحد يكره المساواة إلا إذا كان مستفيدا من اللامساواة. الإسلام حينما دخل أمريكا الجنوبية وانتشر ذلك الانتشار، لم يكن الناس مخطئين في انتمائهم إليه، خصوصا الزنوج. وأنتم تعرفون حينما بدأ هذا الانتشار، بدأ بطريقة الإحساس بالظلم الذي وقع لبعض الزنوج. أحدهم جاء إلى المغرب وكان في أمريكا وكان منع من تسجيله في الجامعات وكذا، ثم جاء إلى المغرب أساسا ورأى أن المسلمين يتعاملون بغير خلفية الألوان، وأسلم في المغرب وكون هناك المعهد العلمي المغربي في واشنطن. وهذا بحث يطول لو حدثتكم. ثم انضم إليهم مجموعة كبيرة من غير قوة مالية، من غير سلاح، كانوا ناس مهزومين، كانوا أبناء عبيد يحملون دائما هذه الوصمة في التاريخ، تعمل أنهم ليسوا من علية القوم. وانتشر الإسلام فيهم، المسلمون هؤلاء ما كانوا مهتمين بهم، المسلمون هؤلاء الذين كانوا يهتمون يختصمون في النوافل ما اهتموش بهم. ثم انتشر الإسلام لسبب أنه رفعهم إلى درجة البشرية وألغى تلك الفروق التي لا زالت إلى الآن قائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان الناس يحاولون مواراتها بطريقة من الطرق. إذن فالمساواة جيدة، ولكن حينما أخذت بها الثورة الفرنسية أخذت بها فعلا في المبادئ الثلاثة، في الأخوة والمساواة والعدالة أخذت بها، ولكن مجرد ما انتهت هذه العملية في تلك اللحظة رأينا ماذا فعل روبسبيير بالفرنسيين، كم قتل منهم ولماذا قتل، ورأينا كيف ذلك بعد ذلك، كيف خرجت فرنسا إلى الشعوب تدمرها وتنتهك كل حرماتها، ورأينا ماذا فعل نابليون وماذا فعل هؤلاء جاءوا بعد المبدأ. ورأينا كذلك في العالم الشيوعي كيف وظفت المساواة بشكل، حين كان الرئيس يصور على أنه يخيط ثوبه، كان الرئيس يخيط ثوبه ليقول أنه لا يعيش. وحينما ذهب سولغستين إلى فرنسا، وكان سولغستين هذا خرج في الأول، وذهب أحدهم وقد ضيف في ليرى أن هنالك عشاء فخما قدم له، ليعرف أن ذلك إنما كان ترويجا مذهبيا لا أقل ولا أكثر. المبادئ الجميلة كل الناس يتمسحون بها، كل الناس يحبون المساواة، لكن نحن لن نكون ضد المساواة، ولكن نحن نفهم المساواة. فإذا كنت ترى أن من حقك أن تنتج هذا المصطلح مصطلح مساواة وتشتغل عليه وتعتمده، وتنكر حقي في أن أفهم المساواة كما أراها، فإنني أقول لك إنك لا تؤمن بالمساواة. فأنا مساوي لك في الاشتغال على هذا المبدأ، أراه كما تراه أنت، ولكن ليس بالطريقة بالضرورة الطريقة التي تراها أنت. قبل المناسبة نخرج على شوية على أنا مرات يتكلموا لي على مساواة في هما يتكلمون مساواة ماشي بغاوها، هما مساواة أبعد شيء الناس عن المساواة، عندنا احنا ما كاينش مساواة. ما تسناش لما يقبل الإنسان يكون عنده راتب، ياخذ راتب يتجاوز الراتب ديال واحد الموظف 25 مرة ما يتكلم ليش على المساواة. أنا ما عندي ندير بك المساواة اللي يهضر عليها، قربني ما غاديش تساوي لي، قربنا غير قربنا. لما تشوفوا إدارة فيها الشاوش مثلا تحت رائد بينهم بعد المشرقين ونقبلوا هادشي في كل إدارة، ما في مستشفى، المستشفى كاين درجات، كاين ممرض، كاين شاف ديال رئيس للممرضين، كاين الطبيب العادي، كاين الطبيب الاختصاصي، كاين رئيس، كل واحد عنده أجرته، كل واحد عنده وضعه الاقتصادي، والناس متعايشين وساكتين. كي يمشيوا الشارع لا هذه ما نقبلوهاش تكون الشارع. شنو هي؟ الله تعالى أعطى المرأة نسمة أعطى الرجل، وأنتم من هذا ماشي يدوروا الآن مزيان. راح نقول لواحد، نقول له من دائما نهضروا بعض المرات في بعض، أنا في مرة تكلمت في المجلس الاقتصادي طبعا، أنتم لأن ما يمكنش واحد يقول بحال اللي احنا نقولوا الآن الكلام ديالنا. هذا علامة التخلف ديالنا، لأن التخلف هذا جاهز عندنا راه محطوط، مجرد ما تكلم راك متخلف و قبله ما تناقش فيه، قبله فوت من بعد الفكرة. قل احنا المناصفة، احنا في المجلس يقولوا هذا مناصفة. أنا مرة في دورة سابقة كما نتكلم معكم على جوج حوايج،
أنا أؤمن معكم بالمناصفة، لكم صادقين نسات بقول لهم مناصفة، ولكن مجلس ديالكم العلم ما فيش مناصفة، مجلس اقتصادي واجتماعي. فأول قرار يجب أن نتخذه هو أن تكون الدورة المقبلة أو التشكيلة المقبلة فيها نصف من الرجال ونصف من النساء، إلا لكم بصح، ولكم تبيعوا الوهم للنساء وهذا هدر أخر. فكيف تدخل المرأة الآن إلى هذا المجلس إذا كنتم ثم جالسين في المحل ديالها؟ فأخوي وشوية خليها تفوت ندير المناصفة. أنا كنت ما مستعد، أنا الأول اللي مشي نسمح نخوي نعطي لهذا اللي إحنا رجل أكثرنا، أنا كنت أكثر يعني ونساب كم ساب ما عجبهم الحال شين ساب أو جاب الله الكلام على لسان هذا الفقيه غلط. ولكن نقول لكم حاجة أخرى، نقول لكم حاجة أخرى، باغي المناصفة حتى في النساء، لأنكم كلكم من تيار واحد. فرا المرأة المتدينة، فرا حافظة القرآن، فرا المفتية، عندنا الآلاف الآن من النساء الحافظات القرآن في المغرب، ولا واحدة منهم تختار. الآن هذه اللي كانوا يحتفلوا بالمرأة هذيك من اللي حفظت القرآن ما بقتش امرأة ولا راجل ولا شنو؟ حافظة القرآن، عندنا نساء بارعات وفقيهات ومتقنات وعن قصد لا يظهرن في مناسبة من الناس إلا في شي زوايا محتشمة. فإذا كنا نؤمن بهذا فنؤمن به. أنا لما تقول لي أنا أؤمن بالمساواة أنا أؤمن بها طبعا بالمناسبة بطريق كما يراها الشرع ماشي كما ترى أنت. أنا أقول لكم زين، أنا مستعد الآن أقول لكم عرضوا هذه المسألة للنساء، مساواة عرضوها للنساء، ما تكلموش فيها الرجال لأن الرجال أكثر من يوظفوا هذه الأشياء، ما عندهم غرض لا مساواة ولا مش مساواة، هما كيجي على الكرسي يتقاتلوا المساواة اللي قاعد ينوضوه. هذه مسألة كنت تشوفوها في التشكيلات كلها. لما نقول للمرأة أنا بدأ معك المدونة، أنا المدونة أعرفها مزيان، شي وحدة تكلم أنا نعرف المدونة، إحنا اشتركنا في الصناعة ديال عندنا 400 مادة، أنا نعرف مدونة الداخل ماشي في باب الدار. فغادي نشوف لك نبداو من الأول من الصداق، تدفعه المرأة تدفعه الرجل للمرأة، علاش هذه فيها المساواة؟ هذا خصها تبدل، لا بد أن تدفع المرأة حقها. تعرفون كم تعاني المرأة في بعض دول آسيا من أجل أن توفر الصدقة للرجل؟ في دول آسيا في الهند يعطي المرأة تعطي، إحنا جاء قال الرجل لا بد أن تعطي الصدقة، هذا تمييز يجب أن نلغيها. ثم قضية الإنفاق النفقة، تقول بعض الناس يقولوا حقيقة أن المرأة الآن أصبحت تشتغل وكذا وكذا وهي تيارات تساهم في الإنفاق، هذا الله يجزيها بخير، هذا يسمى إنفاق تطوعي. أنا نتكلمكم عن الإنفاق القانوني الذي تثبته نصوص القانون، ويمكن للرجل هو أيضا أن يستظهر به مثل ما تستظهر المرأة إذا لم ينفق على الزوج، ترفع أمرها إلى القضاء وتحكم عليه بقانون إهمال الأسرة وتحكم عليه بما هو معروف. كثير من الأزواج هم الآن في السجن بسبب أنهم لا ينفقوا، ولكن المرأة هل يستطيع رجل أن يقول لها إنك لم تنفق؟ هي تنفق أختي، إذن هذا إذن الأشياء مساواة يجب أن يبقى هذا. ألا هل تقبل المرأة أن نحرجها؟ المرأة العادية هل تقبل بأن يفرض عليها أن تنفق؟ هي أصلا كانت طالبة لم تتزوج إلا تخرج من هذه الحالة، هي امرأة لها وضع معين اقتصادي لا تستطيع أن تنفق مثل ما ينفق زوجها الذي هو صاحب دخل وفير أو موظف كبير أو شيء من القبيل. لماذا نريد أن نحرجها؟ من أجل ماذا؟ هي سعيدة بأنها لا تنفق، لماذا تفرض عليه؟ حينما نكون الآن أمام حالة الإنفاق، الإنفاق ليست حالة واحدة، نكون أمام الإنفاق يكون لك أب وأم وأنت يجب عليك أن تنفق عليهم، فإذا لم تستطع أن تنفق فأنت تنفق على الأم دون الأب، ويكون لك أبناء وتنفق عليهم جميعا، فإذا لم يكن لك أن تنفق عليهم لا يتسع فتنفق على البنت لا على الولد، وإذا كنت تنفق على الأولاد فأنت تنفق على الولد إلى حدود 25 إذا كان متمدرسا، وتنفق على البنت إلى أن تكتسب مصدر للرزق أو يتزوج بها حتى لا تهمل، حتى لا تعرض للإهمال. هذه كلها أشياء فيها تمييزات، نلغي هذا ونقول إنسان لا تنفق على بنتك إذا بلغت 25 ودعها تذهب في الشارع، أنت ملزم بها ملزم بها كيفما كان وضعها إلا أن تستقل ماليا بسبب من أسباب الاستقلال، أليس هذا تمييزا؟ حينما يقع الآن ما يقع في العالم، مش المشكلة بعد الطلاق هي مشكلة الحضانة، تعرفون أن بعض الحكام الآن عندهم مشكلة الحضانة مع الزوجات تاعهم،
حضانه قبل بعض ما كنت اكون ايوا شنو ليش تدي هالمراه الحضانه ونعطيوها والاولاد ونعطيوها وفي الحضانه غتعطيها المراه الحضانه وتعطيها نفقه الرضاع وتعطيها مجموعه من التبعات وهي لا تدفع شيئا من ذلك. اتريدون ان تسحبوا هذه الحضانه من المراه وتعطوها للرجل او تجعلوها مناصفه؟ هل تقبل امراه ما في المغرب ولا غير المغرب ان تسلب منها الحضانه؟ إن إذا ما كنت استطعت تغير لماذا تختار بندا واحدا وبند الإرث لتغير فيه؟ لا غير شرح لنا، احنا الآن نتكلم غير بالعقل بالمنطق. إذا كنت ما تغيرش هذه الأشياء كلها فلماذا تختار بندا واحدا هو الإرث فقط؟ لأن لك قصدا في التوجه إلى الآية القرآنية بالذات. أنت لا تنتصر للمرأة وإنما تريد أن تبدي الخلل في قضية المرأة، ومع أن هذا فيه كلام طويل. 16.33 أعتقد 16.33 من الحالات الإرث ديال فيها 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 عدم المساواة 16.33 والباقي كله فيه على والحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ها، والحالة التي يستوي فيها الإخوة للأم ذكور كإناثهم، والحالة التي ترث المرأة ولا لأنها وارثة بالفرض وهو ولا يرث أخوها في درجتها لأنه عاصب كالإخوة للأم مثلا، وترث هي السدس ولا يرث هو إذا كان إلى لأنه عاصب لا يرث إلا ما فضل عنه. إرث هذا علم، هذا علم كبير، ومن من أي ما نريد أن نرفع من مستوى الثقافة والمعرفة في عصر، أقول إن أي علم أي علم هذا ولا غيره لا يمكن أن نسمح بالحديث فيه إلا لمن كان مختصا. كل الويلات التي جاءت لنا من غير المختصين، هذا أصبح يفتي في الدين بلا علم، هذا دخلنا في الـ في الـ في, الـ في الخرافات الكبيرة، هذا بدأ الرقية الشرعية اللي بدأ يفسد فيها البيوت ديال الناس. كل لماذا؟ لأن كل واحد أصبح أن يقول أنا مفتي هذا. والإسلام حينما لابد له ضوابط الفتوى، وأن يذكر الإنسان أن الناس الكبار كانوا يتخوفون من الفتوى، ولكن هؤلاء لا يتخوف. ونفس القضية بالنسبة للإنسان لا علم له بالشريعة أصلا. بالمناسبة نقول أنا الآن كثير، وأنتم ديال التربية الإسلامية، لأن ما تبقاوش خصكم تكتبوا شي شوية في شي حاجة. تعال لما يجي واحد الإنسان يتكلم في قضية من قضايا الشريعة، من مثلا أحد كان يقول إن هذا القرآن يجب أن يصبح متجاوزا لأنه كان يعالج قضايا موقوتة في زمن معين، وكانت له متاع، كان يتعامل مع أسباب النزول، ذلك الأمر كله انتهى وأسباب النزول انتهت. إذن فيجب، داك تعرفوا الدعوة الأولى ديال أبو زيد، هذا لا يعرف بأن الأمر ليس كذلك. الذين أحصوا الآيات التي لها سبب النزول نزل بعضهم إلى أنها تمثل بنسبة القرآن 7% من كل القرآن، ما كل القرآن له سبب نزول، لأنه يظن أن كل آية لها سبب نزول، فقال هذه القالة السيئة بناء على جهل منه بواقع أسباب نزول. فإذا كنت تريد أن تتحدث عن أسباب، فالمفروض منهجيا أن تقتل الموضوع بحتا قبل أن تتحدث فيه. وإلا جاء شخص يقول لنا إنه اكتشف أنه ليس هناك نسخة، ليس هناك، بحثه هذا الباحث الكبير الذي عمره صغير فلم يجد نسخة قديمة أصلية للإمام البخاري، وبالتالي قال ما قال. ومن قال لك نحن نقرأ البخاري من نسخة نشتريها في المكتبة؟ من قال لك هذا؟ لأنك لا تعرف كيف يأخذ الناس علوم الحديث. علوم الحديث فيها طرق للتناول للتحمل 8 هي المعتبرة: السماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ أو إجازة الشيخ أو المناولة أو المكاتبة أو الإعلام، وأخيرا الوجادة. 8 وذكر القاضي عياد وغير القاضي عياد. نحن لم نكن أبدا نقول البخاري أنه يطبع كتاب ويخرج الناس يقرأه. الذين رووا الحديث عن البخاري 60,000 من الرجال، ماشي يشروه من كتابة، 60,000 من الرجال. ثم هؤلاء كان لهم رواة، والمغاربة وهم يأخذون البخاري أخذوه من أوثق الطرق، حينما تأخذ رواية الفيربري وترى كيف وصلت إلى المغرب وكيف كان الذين، وهناك من كان يقرأ الرواية على الشيخ 60 ليأتي إنسان لا يعرف ما يقول ليقول للناس إن البخاري هذا شي حاجة عادية. أنا ما بغيتش لا في البخاري ولا في أينشتاين. أينشتاين أنت ماشي قدو، خلي عليك تراك. أنا لو وجدت فقيه يتكلم على أينشتاين قول اسكت،
ولا أحب الإنسان يتكلم في البخاري ولا في أبي حنيفة ولا إلا أن يكون رجل من أهل العلم ويبدي وجهة من اختلاف. أما التكسير وسميته هذه خدمة ما هذا ليس علمي. وكثير هي القضايا والناس وهذا مسؤوليتكم أنتم مسؤوليتنا إحنا جميعا في ماذا يتعلم هذا الماء الذي يسبح فيه هؤلاء الذي يتحدثون يسبحون في ماء ويتحركون فيه في أمواجه ويتعيشون فيه ويعتاشون فيه. هذا الماء هو الجهل جهل الأمة في دينها. هؤلاء لا يذهبون إلا إلى لاحظوا كل هذا إلا إلى أناس لا يعرفون الشريعة فيصيرون هم بالنسبة إلى لك أمثال المفتين يقولون ما يشاءون بلا تحفظ. سمعنا أحد يقول هذه الأرث اللي راهم يداروه للناس لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا في القرآن شيئا لأن طريقتهم هي هذه. يقولوا هذا كله فعله الفقهاء الله يعفو عنا وعلى الفقهاء هذا كله من فعل الفقهاء. أنظف البشر على هذا الذين مروا في الحياة العلمية هم الفقهاء كانوا يخافون الله وكانوا لا يفتتون على الله ولا يقولون على الله إلا بما يعلمون. هذه وحدة. الرجل كان إذا أراد أن يفتي يعرض نفسه على النار كما هو معروض في قول مالك وما إليه. الناس كانت الرجل تعرض على الفتوى فيحيلها هذا إلى هذا كما هو واضح. هذا طبيخة الفقهاء كما نعرفه نحن مش مجموعة مفترين يقلبون النصوص ويستغلونها لا نعرفهم هكذا. وتراجم الفقهاء والعلماء عندنا واسعة جدا ولا يمكن أبدا أن تغيب لمن كان يريد أن يعرف من هم الفقهاء. ولكن هذا أصبح الآن من شافة مساحة فقهاء داروا هذا الشيء فقهاء داروا هذا الشيء عندك فقهاء ما يسويش فقهاء أبدا. إيش يقول هذا الإنسان واحد الإنسان يقول قل لهم هذا الشيء الإرث ما لا صلة له بالقرآن لا صلة له قاع مشات إنما هذا شيء وضعه الفقهاء ولأنهم يردون هذا الشيء هذا الفقهاء ولأنهم كانوا يمثلون جزء من السلطة دي السلطة دي الدولة ويخلوا ضد ذاك الشيء بمعنى ما تعرف رأسك من رجلك. هذا كلام. قل أي بالله عليك أفيدني من أخذ هذه المعلومات الكبيرة العظيمة. نحن نقرأ في الإرث نحن ما أنت راك تهضر عليه نقرأ في الإرث أن هذه الأنصبة لما تذكر أو الأب أو الزوج دائما يذكر وشاهدها من القرآن ومن السنة دائما. تعرفون أنتم المنظومة ديال بن الشرام الغرناطي تعرفونها العروة الوثقى هذه كانت نقراها خصكم تقراوها أنتم أساتذة التربية الإسلامية أنتم ولا كل ولا اللي خويتوا بهذا الموضوع هذا قراوا هذه المسائل هذه باش كي يجي شي واحد غيجبرك واقف. ويجبد لابد لا يغني عنا لا نجتمع لابد أن نستعيد المعرفة الإسلامية ونحدث الناس وعي بدرجة التعلم. لما كان ابن الشرار الغرناطي هذا منظومة كانت تدرسه في القرويين في غيرهم الآن موجود يذكر حالة الوالد قل هو والد الوالدي سنة وما على فأجمعت عليه العلماء ما لم يقع ففي الأبي يقول ففي الأبي أي نصيب الأب ففي الأبي ففي الذكور الأب ولا يسقط من حجابه غدا نعودكم ووالد الوالد السنة وما على فأجمعت عليه علماء ما لم يقع فصل بالمتوى الأب يحجبه كذلك يجد النار فكل حالة ووالد الوالد سنة إذن فهو يذكر أنه والد الوالد أي جد إرته بالسنة والوالد إرته بالكتاب الإخوة معروفون فمن هذا الذي أشكل عليك حتى قلت لهم بأن هؤلاء استحدثوا كل هذا من؟ إذا قرأت أنت مثلا هذه الكتب أي كتاب من الكتب الموسعة طبعا حينما يذكرون الوارثة يذكرون دليل إرثه إما من الكتاب والسنة أو من الإجماع كما قال عن الجد البعيد بالإجماع. وحينما جاءت الجدة تسأل أبا بكر قال لا لا كذا ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاك فما كانش الدين بمعنى التشهي والأمة ما كانت سهلة باش تقول أي واحد يقول شيء نقول له ما عليهش فدائما دليل من الكتاب أو من السنة. إذن هذا شيء لابد هذه ثلمة هذا فراغ يجب أن نتعامل به مع الأمة يجب أن نعلمها دينها لأن الأمة إذا كانت غير قادرة على أن ترد معنى هذه المناعة ديالها الثقافية والدينية
تكون ضعيفة جدا وتتقبل بعض الأفكار التي يريد البعض تسريبها. هذا الذي ذكرت لكم من هذه المبادئ قلت إن فيه خللين. أولا تصوير أو من تصوير هذه المبادئ على أنها نهاية أو نتاج ما انتهى إليه الفكر الحداثي المعاصر، أي كأننا خرجنا من مجتمعات قديمة كانت تؤمن بالحشمة وتؤمن بالعفة وتؤمن بحرمة الزنا وما إلى ذلك، وهذا انتهى. الآن عصر الآن هو الذي جاء بهذه الحقائق، يجب أن نفسح المجال للجميع للعلاقات الرضائية لكذا 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 وليفطر من شاء وكذا وكذا. والجواب أن هذا فيه مغالطة كبيرة، لأن هذه المبادئ التي الآن تذكر الآن كلها مذاهب قديمة قديمة تحيا من جديد، هذه انبعاث لأفكار. وأنا أعطيكم فقط إحالات، لا أريد. حينما جاءت الفكرة الأولى التي أو الأفكار من هذا القبيل التي ظهرت في القرن الخامس تقريبا قبل الميلاد، حينما اعتنق هؤلاء السفسطائيون هذه الفلسفة، وكان أحد كبارهم بروتاغوراس يقول بأن المعرفة، أي كان النص عند الفلاسفة أن بعضهم أن المعرفة إما أن تكون حسية وإما تكون عقلية، وكانوا يقولون الحسية خادعة ولكن ولا يمكن إشراكها، أي مواجدك ولا إحساساتك لا يمكنك أن تنقلها إلى الآخرين، ولكن المعرفة العقلية هذه قابلة للنقل وللتداول. قالوا لكن حينما جاءت المدرسة قالت هذه المعرفة العقلية نفسها ليست يقينية، لأنها هي نفسها قائمة على معرفة حسية، وأدخلوا الناس في معنى هو معنى الشك ولا أدري إن شئنا بمعنى من المعاني. وكان هذا يقول إنني لا أؤمن بشيء. بروتاغوراس يقول أنا أصل الأصل، الإنسان هو أصل كل شيء، هو يقول المبادئ ويخترع يحسن ما يشاء ويقبح ما يشاء وكله يرجع إليه. وبالتالي فأصبحت الحقيقة العلمية قبل الأخلاقية أصبحت نسبية. لذلك هذا الذي جعل كثير من فلاسفة اليونان يضجون، ومنهم سقراط أساسا وأفلاطون وأرسطو أخيرا، هؤلاء كلهم كانوا يقولون هذا تدمير للمعرفة، المعرفة يجب أن يبقى لها إطلاقيتها وثباتها وتنفصل عن الذات، ما تبقيش ملتحمة بالذات بمعنى أن هذا يراها مباحا وهذا يراها حراما وهذا زوج حال تساوي واش أربعة عند هذا وخمسة عند هذا، معنى تدمير الحقيقة. كانوا يتخوفون من هذا وردوا على هذا المذهب بقوة، والآن هذا المذهب انتهى. ولكن في القرن التاسع عشر بعد عند هيجل يقول بأن هذا المذهب مذهب مناسب لأنه مذهب يحترم الإنسان يكرم الإنسان لأنه يعطي الإنسان حق أن ينتج القيام والمعارف. وأصبح الآن بعض الفلاسفة بعد يقولون بهذا، لأن هذا المذهب مذهب السنسبية والذي ظهر عند كثير من الناس وظهر أخيرا عند دوركايم في قضية الأخلاق وما إلى ذلك. هذا مذهب لم يمت، هو يحيا، ولكن لا أحد يستطيع الآن يقول هو نتاج بحثي وفكري الآن وتوصلت إليه، إنما إذا قاله إنما يستعيد. جاءت بعد ذلك بهذه المرحلة بقليل نحلة جديدة وهي نحلة المزدكية. مزدك هذا ظهر، هذا كان طبعا هؤلاء كان في اليونان، مزدك كان في فرس فارسي، وكان يقول بأن هذا الذي انتهى إليه أن الناس يختصمون وخصوماتهم يجب أن يكونوا متحابين، وخصوماتهم إنما هي على الأموال وعلى النساء، فلذلك يجب أن نبيح كل ذلك ويبقى المال مباحا والنساء كذلك، ولا يمكن أن يستبد هذا بذلك لا بامرأة ولا بمال، انتهى الأمر. ودعا إلى هذا، وهذا آمن به الأمبراطور قباد ووالد أنوشروان وجرب، فانتهى إلى فظائع كبيرة، لأن الناس أصبحوا يدخلون على بيوت الناس ويأخذون ما بأيديهم من المال ويأخذون النساء ويقولون نحن شركاء في كل شيء، معنى إعلان فوضى. فلذلك رجع المجتمع ضد هذه المزدكية ومحاها، وقتل مزدك نفسه، قتل 586 وانتهت القضية.
ثم أعيد هذا في مرحلة أخرى. أفلاطون تحدث أي قبل تحدث أنا أدعوكم تقرأوا جمهورية أفلاطون، تشوفوا قرأت فيها كثيرا ورأيت فيها أنه يتحدث عن مشاعات النساء خصوصا في هؤلاء الذين يسمون حراس الدولة وما إلى ذلك. هذه كانت فكرة موجودة ولم يأخذ الناس بها لأنها ليس كل فكرة يؤخذ بها لأن صاحبها كان لامعا. ثم ظهرت هذه أخيرا ظهرت عند الشيوعية، وكان إنجليز يقول بأن سبب كل هذه المشاكل هي الاستئثار، يقول بأن الناس كانوا في الأساس كانوا يمتلكون كل شيء ولم تكن امرأة منسوبة إلى رجل، ولكن يقولون حينما استولى الناس على المال احتاجوا إلى الأسرة وبدأ فذلك إصلاح هذا أن ينقض كل هذا وأن يصبح كل شيء مبذولا لكل أحد وتصبح المرأة هكذا مبذولة. وهذه أيضا فكرة بالمناسبة أنا لا أستطيع أن أخذ بها، لأن ذكرت لكم في البداية أن عندي مرجع، هم يتحدثون عن ما قبل التاريخ، ما لم يعيد التاريخ وتحدثوا عنه، ولكن أنا عندي أن الله تعالى حينما حدثنا عن آدم قال له اسكن أنت وزوجك، حدثنا عن علاقة الزوجية لا عن الإنسان المشاع الذي يعثر على الآخر في الطريق ثم يكون معه أو يعيش معه إلى غير ذلك. هذه أفكار مهم قديمة، أريد أن أقول لكم أنا ذكرت لكم فقط بعض العناوين وهي موجودة الآن. أي موضوع ثم ديال الفلسفة، لأن كاين هناك أنا لا في بعض المواقع تتبعت المزدكية فوجدت بعض من ينفي عنها أنها فعلت وفعلت وعلت، مع أننا في مصادرنا إلى قرأوا في الفصل من الأهوال النحل لابن حزم، ويقول ابن حزم عرفهم هذا بأنهم كانوا يرون مساواة الناس في المال والنساء. صاحب عبد الكريم الشهرستاني الذي ترجموا كلهم ذكروا، والكتب الأخرى غير الإسلامية كلها تتحدث عنه، فلا سبيل إلى. ولكن نحن الآن كأناس مهتمين بالمعرفة الإسلامية مش نتكلم احنا دائما على غير المسائل الفقهية، هذه قضايا حياتية يجب أن نتحدث عنها. إذن فلا جديد في الموضوع، إنما هو قديم يعاد. الآن أختم بأن أذكر شحال بقى عندكم ديال الوقت؟ ولا نفوت ولا فوت. نعم انا غادي نقول الكلام ديالي ونمشي. لا نبدا نكمل ديال الهضره ديالي والله انكم. شوف هذه الاشياء يجب تحليلها. نحن ندعو الان الى بعض الاشياء اللي هي تبدو عاديه، مثلا العلاقات الجنسيه الرضائيه يدعو بها. نقول أول من الذي يشتكي من العلاقة الجنسية المنضبطة؟ من المتضرر؟ يعني زواج، من المتضرر؟ هل هي الرجل أو المرأة؟ الرجل أو المرأة؟ بالتأكيد أن المرأة ليست متضررة لأنه يضمن لها حقوقها. المرأة ما يمكنش تكون هي ضد ما يضمن لها حقوقها. الآن نحن يأتينا أناس مثلا ماشي في هذا، يأتونا في قضية أخرى في الزواج العرفي. حال ما يسول لي واحد قل لي بغيت نتزوج واحد المرأة ولكن ما عنديش كذا ندير غير عرفي يديروا بالفاتحة ونديروا، قل لي ما قولك؟ أقول لك لا يجوز. أنا أعرف أن أركان العقد موجودة ولكن حقوق هذه المرأة لا يمكن أن تضيع بفتوى الفقيه. هذه المرأة حينما لا يريد الرجل أن يبقى معها من يكون إلى جانبها؟ من؟ رجب تما الشهود دار واحد الليلة ودار الشهود وقرأوا طلبوا، ما هي ما شافت لا شهود لا طلبة لا ما كانتش حاضرة كاع أصلا، مشات ليس لها مستمساك. إذا هو هجرها، إذا هو فارقها، هو لم يطلقها بلا نفقة بلا، ليس لها. إذن هذه المرأة نقولهم دائما نقولها المرأة التي تقبل أن تدخل في عقد زوجي من هذا القبيل تبيع نفسها، تضع نفسها تحت رحمة رجل استطاع أن يخدعها وسيخدعها، لأن المقتل تضيق الأمور على الرجل ويتنضوا عليه الأهل دياله وكذا ويندموه، يجي خارج من باب واسع وصافي يمشي الله يهنيك ما درنا والو ما عندهاش. قول هذيك امرأة وهي تستحي أن تطالب لأن يقول لها ربما أنت كنت في حالة أخرى. إذن هذا إذن في العقد الرضا، العقد أساسا هو توثيق لحقوق المرأة وهو توثيق لمصالح الأبناء. فحينما نقول
الزوج يجب أن كذا وكذا وكذا وأن تكون ذا ملاءة وأن تكون كذا، فلأننا نريد للزوج أن لا تكون شهادة طبية وهي تكون عندها شهادة طبية، لماذا كل هذا؟ ولكن حينما تقول بعد كل تعبنا نحن في المدونة، والمغرب يتكلم عن المدونة ويفاخر بها ويقول إحنا عندنا مدونة لصالح المرأة، يجي واحد يسأل السلام عليكم أجي يخرجوا كاع منا بلا مدونة، فوتوا. علاقة رضائية. هذه العلاقة الرضائية لمن أطروها؟ لمن أطروها؟ بالمفهوم الشرعي شنو نسميه؟ أعطونا اسم. إذا لم يكن عقد كذا فهو زنا. وأنا أقول لكم بالمرجع الأول وهو إحنا نحن نتكلم مع الشعب المسلم، هذاك زنا. كيف ما بغيت تسميها تسمى في نهاية المطاف زنا. بعد ذلك كل التبعات التي تأتي ستتحملها المرأة. فهي التي تحمل، هي التي قد تدفع إلى الإجهاض، هي التي قد تستبقي ذلك الولد فيصبح بالنسبة إليها عبئاً، معنى أن الزوج ليس له أي مسؤولية فيما بعد لأنه مجرد صديق التقى وقضى وطره وانتهى الأمر. المرأة لا يمكن اختزالها في لحظة في بضع دقائق، حياة طويلة. المرأة هذه عندها حياة 70 سنة أو كذا، يجب أن تكون في حياتها كلها آمنة مطمئنة، لا أن يقضي رجل منها وطرا ثم ينسحب وليقول أنه مارس حريته الفردية أبدا. أنا أقول بأن هذا تدمير للأسرة، والأسرة في نهاية المطاف ما هي؟ أي بعد هذا الذي وقع الآن في التسعينات اكتشف الغرب بأن أقوى شيء في هذه الأمة، وهي أمة تعرفون أنها لا لها قوة مادية ولا سلاح نووي ولا سلاحها القوي هو الأسرة. هذه لو انهدمت الأسرة لافتضح هذا المجتمع. خرجوا الآن لبوادي تشوفوا شنو ما معنى الأسرة، تجدنا شخصا يتحمل أسرة كاملة ما عنده لا تعويضات ولا كذا، ودي با ودي امه ودي لما ينفرط هذاك من الأسرة. لما دخل الأمريكيون إلى العراق ولما شافوا فلسطين ماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء يقاوموننا بالأسر، هناك شعب يعيش سنوات تحت الحصار بالجوع، شعب آخر لا يستطيع يبيع القضية يبيعها. الفلسطينيين ما زالوا، ما الذي يمسكهم؟ تماسكهم الأسري. كانت إحدى الصحفيات والحاقدات حقا أوريانا بالاتشي كانت تتحدث إيطاليا، كانت تقول وهي كانت تتحدث من موقعها، تقول هذا المجتمع الإسلامي سيهزمنا قطعا، سيهزمنا بهذا التماسك الأسري. لأن أي إنسان يأتي من المغرب مثلا من 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 أعماق الصحراء ولا من الجنوب ولا من الجبال، مجرد أن يصل إلى يستطيع أن يصل إلى بطريقة من الطرق يصل إلى بلد إلى مهجره، حينما يأتي يجد من يستقبله، يجد من يؤويه، يجد من يبحث معه على أسباب العيش، ولا يزال كذلك حتى يكون هو نفسه أسرة أخرى. الأسر التي تكونت الآن حتى بعض الناس الذين ينظرون إلى الأسر برؤية هي شبه قبائل، أي الدول الأوروبية قبائل. الريف موجود في الدولة الفلانية، الناس ديال الريف موجودين في ألمانيا وموجودين في كذا وكذا، الناس ديال الوسط ديال المغرب موجودين في فرنسا، والناس ديال الجنوب السويس موجودين في، فكانهم يشكلون قبائل في تلك البلد. لماذا تكونوا بهذه الطريقة؟ لأنهم أسر، لأن كل واحد جلب من أسرته، فكونوا نموذجا آخر لأسرة جديدة في المهجر، واستعانوا بذلك على تلك الصعوبات. كانوا لا يعرفون اللغات، ليس عندهم مال، ولكن الأسرة كانت تحتضنهم. إذا ذهبت الأسرة انتهى المجتمع. وهؤلاء يقول لك احنا ما بغينا أسرة، هذا يقضي الغرض ديالو، هذا يقضي الغرض ديالو، يمشي في حالهم صافي، ما بغينا نديروا لا أولاد ولا أسرة. هذه دعوة إلى تدمير المغرب، ليس لها من شيء إلا هذا. والذي يريد أن يساهم فيها يشارك في تدمير المغرب، في إيقاع الناس في عدد لا محدود من المحرمات التي هي منصوص عليها. وأنا أقول هذا بالنسبة للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، للذين يأخذون من هذا الكتاب. أما الذين انفصلوا أو هؤلاء شأن لهم شأن آخر، بعض ما ذكرته يفيدهم، ولكن في حدود ما ذكرت بقى دائما ملتزمين مع هؤلاء لنقول لهم إن هذا يتناقض في جزئيات كثيرة منه. ومع ذلك أقول إن الحرية شيء كبير جدا،
وإن الحرية مطلب من مطالب الإسلام وشغل من أشغال الإسلام، والأنبياء محررون. موسى هو الذي وقف في تحرير بني إسرائيل، أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، كان محررا. لو لم يكن نبيا قلنا هذا رجل حقوقي كبير، فجاء وحرر بني إسرائيل. وحينما جاء محمد صلى الله عليه وسلم حرر هؤلاء، وحينما جاء الأنبياء كان دائما هؤلاء الملأ الأعيان يقولون له للأنبياء هؤلاء أناس منخفضون، كانوا يشترطون عليه ألا يجلس معهم هؤلاء الذين هم أدون. والذين استجابوا لدعوة محمد هم الذين عرفوا مقدار ما فيها من المساواة ومن الحرية. والحرية شيء جميل، ولكن الحرية والعبودية مختلفان. حينما لا تكون متحررا بالإسلام وبأحكام الإسلام وفي نطاق الإسلام وداخل أحكامه ستصير متحررا، ولكن بالتأكيد ستصير عبدا للشيطان، للشهوة، لتفعل بك الشهوة ما تريد. إن الهوى إله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الهوى إله يعبد من دون الله. لابد أن تركن إليه، لابد أن تكون. من لم يرضى بعدل موسى رضي بجور فرعون حقا. فأنت إذا لم ترضى بنطاق الشريعة خرج. وخذوا أي واحد من هؤلاء حينما ترونه في الليل كيف يدمر نفسه، كيف يسكر، كيف يسيء إلى أسرته، كيف ترون أن هذا هو النقيض العبودية التي نحن فيها وهي حرية وانعتاق. ولذلك كان الناس يرون أن أشرف ألقاب الإنسان أن يسمى عبدا لله وشير البشر. ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فعبودية لله شرف وانطلاق، والتوحيد فيه أيضا انعتاق من كل العوالق. وهذه هي هذا هو التصور أو المعتقد الإسلامي الذي حرر الله به الناس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.